مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. اليوم الفيديو تبعنا بيحكي كيف تشيل مؤشر الآمو أو مؤشر الذخيرة اللي هو معروض معكم بالصورة، كيف تشيله. والسلاحين الجداد اللي بدهم ينزلوا بالتحديث اللي هو 11.40، فيلا مع بعض. أصدقائي، أول شي بالنسبة للإيم كيف بتشيله، أنا هي الصراحة يعني ما بعرف إذا حدا بيستفاد منها ولا لأ، بس أنا دورت عليها كتير وأنا كتير كان الموضوع مزعج بالنسبة إلي، ما حبيته بنوب، فحبيت أعلمكم كيف تشيله. هلا أول شي هو ما بينشال من هون باللوبي، لازم تفوت على جيم بعدين بتشيله من جوات الجيم. هلا بورجيكم شلون. كل اللي عليك أنت هلا وقت فتت الجيم بتفوت على السيتنج، بعدين بتفوت على الجيم يو آي، بعدين هون تحت في شيء اسمه ريتيكال امو انديكيتور. هاي كل اللي عليك انه هي بتكون اون، بتعمل لها اوف. هيك بنشال. هو مزعج كتير للصراحة، هو مزعج كتير للصراحة، انا ما كنت احبه، بس فهيك انشال. بالنسبة للتحديث اللي بده ينزل تقريبا من يوم 8 اللي هو تاريخ تسجيل الفيديو هاد ليوم 15 او يوم 16، بده ينزل تحديث اللي هو رقمه 11.40. بهذا التحديث رح ينزلوا سلاحين جداد اللي ظاهرين امامكم بالصورة، هو السلاح السكوب السولت، وفي سلاح تاني اللي هو الهافي السولت رايفل. الهافي السولت رايفل هاد رح ينزل مثل الروسية القديمة اللي كانت بس اسرع شوي، والسلاح التاني اللي كان بيلعب بالشابتر 1 بيعرفه اللي هو السكوب السولت، بس معدل شكليا ومعدل بالاطلاق تقريبا، والدمج امامكم واضح. والسكوب اللي هو بيوسع 20 طلقة، والاسولت رايفل بيوسع 25 طلقة. التحديث تأخر شوي بمناسبة الأعياد، اخواتنا المسيحية كل عام وانتم بخير. هاي هيك نهاية المقطع اليوم، يا ريت تكون استفدت منه. إذا عجبك الفيديو ما تنسى من لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وحابب أتشكر كل حدا دعمني واشترك بالقناة لأنه فعلا هذا دعمكم كان كتير حلو. وما تنسوا تشيكوا على الفيديو تبع الجيف اواي اللي أنا منزله عندي على القناة. شكرا على المتابعة والمشاهدة، ورعاية الله.